أرحبي يا أمي أرحبي. والله أبشرك بخير، جعني في درج ليك. أخبارك أنت علومك؟ يا والله الحمد لله. كيف صوت يا كنترول؟ الله يعطيك العافية. والله شكرا لهم وأحسن الصلاة. أشكرك يا والله الله يبارك والله يوفقكم ان شاء الله ويسلمكم. جاني في درج ليك يا امي. عداد تكفى الصوت مو واضح. يا عبود تسمعوني؟ لبي يا امي لبي. جاني في درج ليك. حي والله الصوت. اشكر مدير التنفيذي ومدير القناه الاهليه مدير الجبار عبد، واشكر كل المسلمين بالبث والصلاه. يلا الله بالتوفيق وفوز بالتوفيق ان شاء الله. جايين في درج ليك. ابشر ابشر يا امي. رجال ويسعدك يا ابوك ويوفاكم بالتوفيق. سلم على اخوياك كلهم. الله يسلمك ان شاء الله. ابشر الشباب كلهم اخوياي يسلمون عليك ويقولون ادعي لهم ادعي لهم يا امي. يا ام عبد الله. هلا هلا. اقول اول ما به اللي جالس والله انها قليله من حقك وتستاهلينه. وثاني ما به عز الله انك اخرتي لي رجال وان الله يرزقه في 24 رجال وحنا مع عبد الله في كل شيء وحنا عيالك. احنا عصاص اللي ما تعصات. وابشري بس سعد وعرق سنود. والله العلي العظيم ان عبد الله نعده من اخواننا اللي على اخواننا اللي له من شو اسمه من دم ولحم. ان نعده من دم ولحم ذا الحين لا عبد الله ولا غيره. والله العظيم والله ان اللي جالس كنا جاينا احنا كل واحد من امهات الشباب اللي عندنا. والله يطول عمرك ويخليه لك. والله اني عاد وفاكم التوفيق وكلكم على قد واحد. تستاهلين تستاهلين. جعل ربي يوفقك ويخليه لك. اي والله. والربع والشباب والاداره كلنا بالمتسابقين بالاعداد كله يسلمون عليك كثير السلام. وحنا معكم على اللي تبونه. الله يخليك. الله يوفقكم. والله يخليك عبد الله. جعلني والله في درج ليك يا امي. والله العلي العظيم انها اسعد يوم من ذا اليوم اني سمعت صوتك. وابشري والله بالسعد وابشري بالعوض. بطلع البرنامج ان شاء الله زي ما وعدتك. وانا على وعد ان شاء الله يوم يجعلني في درج ليك. ولا تنسيني من الدعاء انا ولا خواني اللي معي. الله يوفقك. وياس يا